أمر آخر أيضاً، وهو حقيقة ما يحتاج أن ننظر إليه اليوم نحن. لماذا نحن تأخرنا؟ لماذا وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخاذل وأننا نعيش في ذيل الأمم؟ أنتم تعلمون كلكم، عندما ألم بنا تفشي مرض كورونا، كان العرب والمسلمون ماذا يفعلون؟ ينتظرون ماذا يفعل الغرب، ينتظرون أن يمن عليهم الغرب الأوروبي بمصل يشفيهم من ذلك الداء. لماذا؟ لماذا وصلنا إلى هذه الحالة المزرية؟ هل الغرب فقط هم السبب؟ ليس ذلك، نحن سبب في ذلك أيضا. الإنهزامية التي نتصف بها، ولنعطي أمثلة سريعة. اللغة العربية التي ما زالت وستظل إلى قيام الساعة ستظل خالدة لأنها لغة القرآن. أصبحنا اليوم الواحد منا يستحي من اللغة العربية ويفخر أنه يعرف اللغة الإنجليزية مثلا معنا في معاشر بلدان الخليج، ومعاشر شمال إفريقيا يفتخرون بأنهم يعرفون الفرنسية، وقس على ذلك في سائر بلدان المسلمين. ولكنه لا يهتم ولا يبالي أن أخطأ في اللغة العربية فيما يتعرف عليه الطلاب الصغار. إذا قام بنصب فاعل وجئت لتعاتبه يقول يا هذا دعك من هذا النحو، ولكنه إن أخطأت في كلمة في اللغة الإنجليزية في سبيلنج مالا فتجد بأنه يعني يقوم قائمة. يعني لماذا أصبح هذا التخاذل في أساسيات العالم الإسلام، في أساسيات ركائز الدين الإسلامي في اللغة العربية؟ ولذلك أصبح الواحد منا يقرأ اللغة القرآن الكريم ولا يفهم منه شيئا مطلقا، يمر على الكلمات ولا يفهم منها شيء لأنهم ابتعدوا عن اللغة العربية. الأمر الآخر، الدين الإسلامي، العرب لم يبلغوا ما بلغوا إلا بالدين، كلنا نعلم ذلك. إذن إذا أردنا أن نرجع إلى مجدنا وعزتنا ما علينا إلا أن نرجع إلى الدين الإسلامي. عندما نقرأ عن المسلمين عندما كانوا يقارعون أعداءهم، إذا ما شعروا بأنهم أن النصر قد تأخر، أن النصر قد تأخر، ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا أولا يراجعون أنفسهم في دينهم، ثم بعد ذلك يفكرون في أساليب أخرى لمقارعة العدو. إذن الأول أن ننظر إلى الدين الإسلامي. للأسف اليوم بدأنا نتأخر عن الدين الإسلامي، بدأنا نترك الدين الإسلامي. واليوم انظر إلى وسائل التواصل، حقيقة غريبة جدا، عندما يتحدث أحد عن القيم الإسلامية تجد أن هناك غثاء من الناس يرد ردودا وتشعر بأنهم ليسوا مسلمين، أو مثلا أن يضربوا القدوات، وهذه قد ظهرت بصورة جلية في هذه الفترة، أن تضرب القدوات. يا إخواني هذا خطر كبير جدا إن ضربت القدوات. الواحد اليوم يتبجح يقول لكل واحد ألا تعرف اللغة العربية؟ ألا تتحدث اللغة العربية؟ يقول نعم. يقول أنت إذن قادر على أن تفتي لأنك تحسن قراءة القرآن. غريبة هذه المفاهيم. ولذلك أصبحوا ينظرون إلى العلماء المسلمين بأن أو علماء الدين بالذات بأن أي واحد قادر على الوصول إلى مستواهم. غريبة جدا، لأنه عندما يتحدث عن عالم الطب وعن الهندسة وغيرها من العلوم، وإذا ما قلت كلمة فقط في هذا التخصص فإنه يسألك مباشرة أتخصصك هندسة حتى تتحدث الهندسة؟ ولكن عندما يجون إلى الدين، لا، الدين مستباح، الكل يحسن الحديث فيه. فهذه ضربات تضرب فيها في جسم الأمة الإسلامية، حقيقة ينبغي أن يهتم بها اهتماما منقطع النظير ليربى الجيل على هذا الأمر. ولعلي أختم بنقطة مهمة جدا، النساء في الزمن الماضي كانت الواحدة عندما تنجب طفلا كانت تتعهد وتنذر أمام الله سبحانه وتعالى أن تنشئ هذا الطفل ليكون قائدا مسلما، أو تتعهد بأن ينشئ هذا الطفل عالما فذا، تبدأ منذ طفولته، منذ ولادة ذلك الطفل، فتهتم بذلك الطفل لينشأ على ما بنته في ذاكرتها. اليوم هل يوجد أم فعلا تنظر إلى وليدها بأنها تريد أن تصنع منه قائدا، أن تصنع منه عالما؟ لأن واحدا يغير العالم بأكمله.
رب همة غلبت أمة أو فاقت أمة أو أصحت أمة. فلذلك هذا الذي نحتاجه، نحتاج أن إن كنا نحن جيلنا قد مضى وعفى عليه الزمن ولم يستطع أن يحرك ساكنا، فلننظر إلى جيل المستقبل، لأننا سنستطيع من خلال هذا الجيل أن ننهض بالأمة الإسلامية، ونحن قادرون على ذلك، وقادرون أن نرجع إلى ما كان عليه العلماء وما كان عليه الأمة الإسلامية في أيام عزتها ومكانتها.